بدايه صباح الخير، كيف ديري؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. عاد شو تموتوا بالضحك. شوفوا، لقيت راسي خرجت بطانقه هاد اللون والخرا في هاد اللون، موت ديال الضحك. المهم انا هابطه هنايا زعما على اساس الاضاءه، هربت من حدا ماما مع الكوزينه. صداع، شوفوا جيت هنا الصداع، كان واحد البلد هيا طلع شميشه. المهم بغيت نقول لكم صباح الخير، نتمنى لكم نهار جميل، نهار زوين، ونشارك معكم الفيتامينات اللي كناخذ في الصباح. طبعا كناخذ البايوتين، البايوتين نقص منه لان فريمون وجهي كله ولا حبيبات، فنقصت شويه البايوتين. ناخذ دواء حاليا سبيرولينا مع الصباح باش تعطيني باور او انرجي، لان ما كنفطرش. كناخذ غير قهوه وكوكيز باش يتخربق. طبعا انا ناخذ ملي ما كنكونش واكله مثلا كناخذ جوج حبات حتى ثلاثه. اوكي، وانا عطيتكم تاخذوا حتى سي كومبريمي في النهار. او ماي جاد. المهم وزن الصحة، فاش تبغوا تشربوها كيما قلت لكم، ملي تبغوا تشربوها ما تسموش ريحة وشرب الماء. المهم غنشارك معكم واحد اللعيبات البنات شربوا. عرفتي حدا نفرن ولا ما نتناوها؟ يا الهي انا والاضاءة، شتو العكس ديال الرينج لايت؟ ما فيهاش اللي يجبد لا رينج لايت لا والو. المهم انتم معايا البنات، غنشارك معكم واحد لاستيس ديروها في الشامبو باش تملؤوا فراغات ديال الشعر. شوفوا في هذا البلايصه انتم راه كيبان لكم انا بدات كيتنوض عندي شويه الخلفه، ماشي شعري مقرد بالصباغه. فهمتوا؟ يلا خليكم معايا وانتم معايا. مشي البيت باقي حتى لي الصداع تما عاوتاني بزاف، وكيف ما درتي مشكله كيف ما درتي وحده. يلا نحيدوا هاد الطنقات اللي كله وحده في البلاد، بلي فضيحة خرجت هكا صكي عادي موضة. يلا بقاو معايا، نهار جديد ونتلاقاو. شنو غادي نديرو؟ ما عرفتش واش ندير لكم قبل الغدا ولا حتى نسالي. المهم انتم معايا، نقدر نشارك معكم واش نشارك معكم الغدا او لا. بقاو معايا. طبعا البنات بالنسبة للسبيرولينا اللي كيسولوا عليها باش نعاود نعطيها لكم اون بغيف، راه سبق لي درتها لكم فيديو. السبيرولينا، او ماي جاد الاضاءة بيت. سبيرولينا راه من غير انها مكمل غذائي راه كتنفع للناس اللي عندهم فقر الدم، كتنفع بزاف الحوايج، كتعطيك لينيرجي، كتعطيك تعوض لك دوك الفيتامينات اللي تكون عندك نقص فيهم، الحديد. راه سبق لي وعطيتها لكم فيديو مفصل، رجعوا الفيديو القديم الخاص بالسبيرولينا غتلقاوه، ديروا سبيرولينا نزهه شهيد غتلقاو الشرح بالتفصيل. بالنسبه لهذا حاولوا دائما تاخذوا اللي كتكون بيو وسيرتيفي. اوكي يلا باش نعاود نعطيكم اون بغيف شنو الفوائد ديالها. المهم الغدا البنات راه دايرين غير هذوك الفخيطات بالزعتر مبخرين مع الخضيره، وغنديروهم سوطي في الفران اولا يتحمروا في الفران. ودرت ماما هكا شي فلوطاجين غيبقى غير يخسر. انا غندير الغدايا بوحديتي لان ما غناكلش معاهم هذاك الشيء. دائما انا خارجه انا غدايا بوحدي، دونك ماما وبابا غياخذوا هذاك الشيء وانا غناخذ. دايره الروز مع كبيده وواحد الكفيته كانت. فدائما كيف ما كنقول لكم ملي تكونوا دايرين ريجيم لهذا ديروا كيتو دايت، كتاخدي كونتيتي اللي انت باغا هي اللي كتستعملي. اوكي ما كتفوتيش اكثر من داك القياس اللي انت باغا، يعني كيف تاخدي الجرام اللي انت باغا ديري، ماشي الروز حتى هو غتعبري وهكذا. راه سبق لي وشاركت معكم كيتو دايت كيفاش تاكلوا بلا ما تفوتوا القياس. راه كاسه كتفشش كتاكل في بيسكوك ديالها، شويه غتسالي غدوز عندي الاوريو. ايوا راه هي كاسه تفشش، ولادها كاسين برا كيتشمشوا. تسارات. المهم لقيت انا كنشرب القهوه بشويه، غير تصلي ماما هكا العصر ويبرد شويه الجو لان الشميشه وداك الشيء، وغنخرجوا نقضيو شي حاجات ونرجع عاد نشارك معكم ديك الوصفه اللي قلت لكم. كنقول فين يا لولا؟ انت واقفانا راه كيقرض صافي. ايوا البنات المهم انا لبست وهذا باش غادي نخرجوا، هما ما قداو شي حاجه. وصراحه مشيت عند نشوف شي تخربيق دوك الفيتامينات وداك الشيء فين وصل، ونشارك معكم الوصفه فاش نرجع. من الصباح وانا كنجرجركم معايا بديك الوصفه واش غنسالي باش نصيبها، ولكن نصيبها معكم اليوم وداك الشيء باش نخليها نشاركها معكم، واش نخليها انا في الشامبو لان غنستعملو غدا.
وصافي كيف ما تشوفوا معايا غير نرجع وانا معكم ان شاء الله. داكور يلا انا نخليكم. هاني تعيسة هاني مامي نجي نخرج نجي نخرج اوكي نجي نخرج بيبي ديالي نجي نخرجها مامي تا نجي نخرج اوكي نجي نخرج بيبي ديالي يلا باباي هاني نمشي في حالي يلا نمشي نتلاحو. قلت لي تاني الضامن فاش كنبغي نخرج. على والله بنات بالنسبه للشامبوانات اللي كنت خديت ديك المره نعاود نوريهم لكم فهما هادو. كاين هذا بويلدو ماكاديميا وارغان وهادو العاديين اللي انا كنستعمل حيت هذا هو جديد دريم لونغ هو اخر غام خارجه في السيف زوين فيه الكيراتين وفيه زيت الخروع وخساره ما كنت باغا ناخذ داك الماسك ديالهم ودوك لي سوان كاملين ديال هاد لا غام جديده ديال دريم لونغ ما لقيتهاش للاسف في مرجان عرفتوها شفتها في دبي كما قلت لكم بزاف دايرينها كيكون واحد الماسك كتحليه كتلقاي فيه بوني فيه زيوت طبيعيه منهم زيت الخروع وبزاف الحاجات كديريه بوني شعرك وكتخليه شويه كتدخل الدوشي انما وكاين فيه وقال لي سوان عاديين اخرين مي ما لقيتهمش. الوغ بالنسبه للاسيوس اللي غنشارك معكم بالنسبه عفوا قبل ما ندير الشامبو ديال فيتو اللي كنت شاركت معكم قبل هو والماسك ديالو هذا اللي كنت خديته قلب 250 260 هذا ماسك خطير البنات للشعر خطير بالجوجوبا اويل وبالشامبو ديالو ما عقلتش الثمن ديال الشامبو. الشامبو البنات انا درت فيه زدت فيه البيربل وزدت فيه نتوما شفتوا باش بحال هكا يعطيني يحافظ على اللون ديال شعري يبقى ليا سيلفر داك الاشقر الرمادي. او ماي جاد انا نطلع راسي دابا فهذا ما غنضيفش فيه هاد العناصر اوكي غير باش الناس اللي سولوني على الفيتو قلت لكم داك النهار كنستعمل فيتو حيت كنت شاركت معكم الماسك ديالو والفوائد ديالو وما شاركتش معكم هاد الشامبو انما هاد لاغام غاليه بالنسبه للناس زعما اللي غيغيو من غاليه بزاف فنبقاو في هادي طبيعيه ما غالياش بزاف. بينو بين بس نغسل يدي ونرجع. البنات بالنسبه لهذوك المكون او السحري كما بغيتو تسميوه اللي غضيفوه على الشامبو ديالكم غيملأ لكم الفراغات في الشعر غيمنع تساقط الشعر غادي يغضيه لكم ويطوله ويقويه وما نعاودش لكم هاد الفوائد اللي غادي نعطيكم اللي كاينين في هاد المكونين راه غنيه عن التعريف اللي سبق لي وشاركته معكم سواء زيت سواء كعشبه هضرت لكم عليها عطيتها لكم با مال دو فوا الوغ فينا هو اللي هذا مستعمله باديه وهادو اللي خديت جديد غنخليهم ابار بلا ما نخلط فيهم دابا نبدا في هذا اللي باديه دابا نجيب قمع باش يجيني فاسيل اولا سهل انني نخوي هاد المكونين. طبعا سبق لي قلت لكم ديروا فيه الشامبو شحال مره قلت لكم عاودوا ديروا فيه القهوه باش اولا القرفه لانها كتنشط الدوره الدمويه في الفروه ديال الراس وكتساعد على انها كتلبت لينا يعني تفهمتي الشعر ملي كيتحلي المسام فهو كيتغذى مزيان كياخذ داك العناصر اللي كيكون محتاج وهكذا كنعاودوا نحفزوا الكولاجين كنحفزوا كل شيء يعاود يخدم بانتظام. فانا هاد المكونين اللي غنعطيكم هو اوراق السدر اللي كتكون مطحونه بودره هذا البنات راه دابا حاليا باش كتصايبي منه الشامبوان طبيعي معروف جدا دابا بزاف ولاو كيستعملوا. لو بغيتي نشارك معكم شامبوان طبيعي بدون مواد حافظه شامبو اللي يكون فيه غير بحال هكا اعشاب نقولوها ليا نديروا معكم لان انا انا باغا نديرو فايلا بغيتو اكتبوا ليا في كومنت وقولوا ليا نصوبوا شامبوان طبيعي اللي ما فيه حتى شي حاجه فيه غير اعشاب كتغسلي بيه شعرك خطير. رمضان جاي علاش ما نهتموش بشعرنا شويه ونبعدوا من المواد الحافظه ومن المواد الكيماويه وكل شيء داكشي اللي فيه اضرار فلا بغيتوها كتبوا لي في كومنت نشاركوا معكم. عندنا معلقه ديال اوراق السدر مطحونه راه كتباع مطحونه راه ولات كتباع مطحونه ابار انها كتباع يعني مديره راه ولات كتباع مطحونه شفتوا ديروا قمع باش ينزل لكم فاسيلمو. وعندي هنا اوراق ماشي اوراق عندي هنايا روزميري او لا اكليل جبل او لا يزير بالمغربيه اوكي عندنا هنا اكليل الجبل او لا اليزير او لا روزميري كنعطي لكم كاع سميتو باش تعرفوه
الدول العربية كيفية هضري لينا بشي لهجة مفهومة ما فهمتش كيفاش نهضر. المهم نرجع للموضوع، مطحون، كلشي مطحون باش يجيكم ساهل في الغسيل، ما يتكتلش ويبقى لكم في الشعر، وهكذا وتاتيت ولا اسهل. ولكن صدقوني البنات الا درتوها في العبوه ديال الشامبو وبديتو كتغسلوا بيه شعركم غتلاحظوا الفرق من اول استعمال. سبق لي هضرت لكم خصوصا على هاد العناصر بجوج اللي هما اوراق سدر واليازير، سبق لي قلت لكم الفوائد ديالو، وديجا شاركت معكم زيت الازير او زيت اكليل الجبل الطبيعي في الدار، وانا نعاودش لكم هذاك الزيت السلاليه. ولاحظت انني ملي بديت موقيت كنستعملو رجع شعري عاوتاني بدا، لان مع ليماش ومع الصباغه وداكشي ما بقاش فيه حيويه، ما بقاش هيلتي كيف ما كان، فغنرجع نعاود نصايبو. لان ماشي وقت دابا اليازير، دابا اليازير اللي كاين في السوق هو اليازير داك اللي كيكون يابس او ناشف، انا باش كنصيب داك الزيت خاصني الازير اللي كيكون طري كيكون باقي ما تكرمش. ف ان شاء الله غير يوجد، راه قرب يوجد دابا، وان شاء الله غادي قلت ماما هاد المره غير يوجد نديروه في شي محبق نزرعوه احسن ما نبقى، لان ما كيكونش هو طول العام. فغادي نعاود نصيب بيه داك الزيت. ابار سا زيت النعناع مهم، زيت النعناع وزيت الازير كيرطبوا كيعطيو واحد التنعيم واحد الترطيب للشعر بواحد الطريقه خطيره، وعاد كينبتوا الشعر وكيملا دوك الفراغات اللي وريتكم. قلت لكم هادوك راه ماشي فراغات، راه بيبي هير طلعوا ليا من داك الاستعمال ديال الزيت. ابارزا بالنسبه للزيوت ديال ليفيا ماروك اللي كانوا صيفطوا ليا، راه ما بقيتش كنستعملهم لان سالاو وما عاودتش خديتهم وما عاودتش صيفطوا ليا. ف اصلا انا كنستعمل بزاف ديال الزيوت، ما كنبغيش نبقى على زيت واحد ملي كيسالي لي هذا كنعاود نبدا واحد اخر، ما كنبقاش في نفس التريتمنت. دائما التريتمون اللي كتكون على الشامبو اللي كديري بحال دابا هاد الشهر هذا ملي غيسالي لي ما نعاودش ندير هذا، غنعاود ندير اما هذا الفيتو. بعض المرات كنغسل الاسبوع بهذا، اسبوع بفيتو، اسبوع بكيراستاس، وهكذا باش الشعر ديالي ما كيبقاش غادي على واحد النوع معين. نهار اللي كتحبسي ولا كتقطعي كيعطيك افي غلط اولا ما كيبقاش هو الافي ديالو يقضي، فدائما بدلو كما كنقول لكم سواء فيتامين سواء اي حاجه ما تبقاوش في نفس داكشي. صافي ها فوالا كناخذوها كخضه خفيفه وكنستعملو ونغسلو بيه شعرنا عادي. مجرد اننا نضفنا دوك جميع العقات ديال الازير وديال الصدر اوراق الصدر وصافي نغسلو بيه شعرنا، وغتلاحظوا الفرق مع الاستعمال. طبعا غيبدا الشعر كيطوال كيقوى كيتنبت عندنا الشعر في دوك الفراغات وكيمنع تساقط الشعر. هادو اكثر فوائد في هذه الوصفه اللي عطيتكم اليوم، كنتمنى انكم تجربوهم وتداوموا عليهم وتكتبوا لي رايكم وتقولوا لي النتيجه في تعليق كيف العاده. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. تهلاو فراسكم، باي باي، لاف يو اول.